كنوي كون متغدي تسولين دي لوانا جيت كاغ ثورة صواز زي ولد مثلا زهور او ندفك اسالين تمزيغت زهور زو أزول فلام فيلم أحلام مودي دي سولين نميديا تي في لو أنا جيت زول السوفيس وين مرحبا يسون رميس ثلاثة نت مزيغتا أنا بدو غمس نغسو حريش نت سارتي ثم بعد دول يوزلن غف أوتي خر جمال ولد عباس غفو قروي وخبار أن الأفل أن جيو نسي والد خدم نميديا تي في جمال ولد عباس يوكيان أذي مسلاي غف مسلت وستخريس ويند بلي غوي حواجران غادي هضر غف الأمور نت سارتي ثلاث غالي حالا تزمرتيس وثقرزرا يسلي الدويا بعد ما يقبين أمر يمثون للأفل 45 بوسان أستعفون سبا بطن بول إي تفن المنداد يسوس بدد سيل عظيل معاذ بوشرب غفوقر وخبرنا الأفل ذقو كان انجمال ولد بس الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله صغابي انا الحمد لله وجودي صغابي كان من عذرا انا نخمم في الصحه نتاعي تدري على السياسه نتاعي انا نعلو الشيطان انا البارح مرت فوق السبيطه تخرجت جبت لي انا على السياسه نعلو الشيطان فوطين عقال ان البارلمون تصبحي بوسقيا صوتا صغفو صنفار القانون تدريم تي سوكاس نشوج لافو تعطاش مخلفا لاريوي مكل يوان مكيتولي القانون التدريم تاكيا كبار انت ما تخصم تقارن بلي اصنفار القانون تدريم تنشوج لافو تعطاش يلد ذكس لخصاص ميكروفون اسمها نعصلي. طبعا نحن سنصوت بلا على هذا القانون او على هذا المشروع لعدة اعتبارات. أولا احنا قدمنا تعديلات بغينا نحسنوا من هذا القانون فرفضت كلها، وأعتقد أن كل التعديلات على المعارضة تم رفضها. ثانيا أن هذا القانون لم يأتي بجديد، فهو استنساخ للقوانين السابقة، لم يأتي بإجراءات تصحيحية هيكلية حقيقية، ما زال يعتمد على مصادر تمويل هشة كالتمويل التقليدي. القانون هذا أولا هو امتداد طبيعي لمخطط عمل الحكومة الذي صادقنا عليه السنة الماضية. مشروع قانون مالي لسنة 2019 جاء خاليا من أي رسم، هو كسابقة أولا ما فيه ولا مليم زيادة ولا سنتيم أي رسم أو أي زيادة تثقل كاهل المواطن الجزائري. يلولي نفقاية سفايدي انتد اكثر من 2400 وشولين سلقاز نلحظ يطي وانت نبني معوشة انا غندي لاغ المنداد سلوي انمهل علي بغرا ونصنع الغاز محمد عرقاب او قدي مذبرنا الولاية نفقاية غفدو وسخدمنا الغاز اجي نلحظ سوذم انصيفة ذاين اكس فرحان امزدغ نبني معوش اميان اذيكس وغفل بوقوية تقرعوني الغاز يلولايا نمسيلا تيدير توشول تنشاكي جي وثالي حالا يوعر الناس وطاسميا مازالي ثان أرثورا سعدايا نوسان نسان نسداو بخام ميتوا فنان سوق شوض أو كوذ وخالة توشول تاقيا يكزغن يثدار سن ولاد قسيمة يثوان تن ولاد عدي القبالة تسوالي مضبرن علينا دارن الولها سن نسنتفك أخام بأندان أرى إذيرن ميكروفون عبد الحليم بلال. راني من 2007 درت الدوشي، راني رحت ما لقيتوش، وليت عاودته في 2011. من ذاك الوقت هذاك واليوم راني ساكن في ديار ربي توا تراب، وعندي ضيق، وانا في الاصل نتاعي مع خوتي سال دار. راني منين ندير الدوشي؟ راني ما كان حتى راني من 2011 وانا الراعي، راهم يجيو يفرقوا السكن انا ما يعطيوليش لاخطر، لا ما عندي معرفه، ما عندي لي اللي دافع عليا. بل لي يا خويا انا نطلب من سيد الوالي يراعي ليا. سواء كان نصور دار تقرا نوميس ناسو ثلاث نت مزيغتي وسقيت ميرثن ون ارزكان ما يبغى ربي صور دار احلام زهور تنمير.